السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه ديب اي اي. ايه اللي مميز في الموقع دوت؟ في كذا تولز. في تولز ان انت عايز تعمل شات معاه فتقدر تتكلم معاه كأنك بتتكلم مع شات جي بي تي. في ايمج لو انت عندك برومت تقدر تديله ويبدأ ان هو يعمل لك الصورة اللي انت عايزها. تمام، لو انت عندك اي صورة يقدر ان هو يعدل لك فيها زي ما انت شايف. تمام، زائد ان في شات هيستوريك، يعني تقدر تتكلم مع شخصيات تاريخية وشخصيات مشهورة، وفي برضو اي اي سيرش. تمام، طيب خلينا نجرب كده مع بعض. مثلا tell me about Egypt ونقول له شات. تبدأ بقى تشات معاه زي ما انت عايز. زي فكرة شات جي بي تي. طيب عندنا برضو الصور، ممكن نيجي هنا ونقول له احنا عايزين صورة ونبدأ نديله البرومت اللي احنا عايزينه ونديله الستايل اللي انت عايزه ونقول له جنريت. تمام، لو الصورة دي مش عاجباك دوس جنريت تاني يجيب لك صورة تانية وهكذا. تمام، لحد ما ترضى عن الصورة. عمل الصورة اهيت، ما خدتش ثانية. تقدر تقول له داونلود او تقدر تقول له انهانس. تمام، فده مبنى قلنا له زوها حديد. اشمعنى زوها حديد؟ عشان اسمها اكتر اسم بيتكرر فبتلاقي الناس مركزين عليه، انما ممكن تدي له اي اسم تاني مفيش مشكلة خالص. تمام، طيب خلينا نجرب موضوع ان انت تعمل شات مع حد. تبدأ تختار شخصية تاريخية وتقول له انا عايز اتكلم مثلا مع كليوباترا مثلا. كل كلامك معاها هيبقى ايه؟ كانك بتكلم الشخصية ديت، يعني هما بيدخلوا معلومات كتيرة عن الشخصية بحيث ان انت تقدر تتناقش معاها. تمام، طيب كليوباترا are you، تقدر تتكلم معاهم بالعربي بالانجليزي، بس هو بالعربي حتى الان لسه بيصلح فيه. فهي بتقول لك انها اتولدت في الاسكندريه. اي نعم اصلها مش مصري، لكن هي بتعتبر نفسها مصريه وضربة باسبور مصري وشغاله معاها الحمد لله، يعني مفيش مشكله، اهلا بك. تمام، فتقدر تختار اي شخصيه وتتناقش معاها وتتكلم معاها في نظرات، بس هو مش بالشخص نفسه، انت بتتكلم مع شات ذكاء اصطناعي. تمام، يعني ما تفتكرش ان هو يقول لك معلومه مش موجوده. تمام، في مثلا اي اي جو انترفيو، لو انت عايز تعمل كان في انترفيو فيبدأ ان هو يسألك. زي ما انت شايف في كذا نوع من انواع الذكاء الصناعي، تبدأ ان انت تجربهم. هي شات جي بي تي بيعمل كل ده، لكن هو بيخصص لك بقى، يعني بدل ما تقدر تقول له ايه اعتبر نفسك بتعمل معايا انترفيو او اعتبر نفسك كليوباترا او اعتبر نفسك اي حاجة، لا انت ممكن تخش على طول على الحاجات دي. يعني مثلا ايه، ممكن تقول له ريكومندر، اقترح عليه اغنية مثلا معينة. تمام، مثلا انا عايز اتعلم فلسفة مثلا او تيرمينال. كل الحاجات دي احنا عملناها على شات جي بي تي. يعني تيرمينال بقول له تخيل ان انت دوس ودوس براحتك وكده. تمام، فهنا مثلا ممكن بتساله من هو احسن فيلسوف، ايه هي فلسفه الحياه وهكذا. اتمنى الموقع يعجبكم، موقع قدير ان احنا نشتغل بيه بشكل حلو.